لماذا ختمت الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى عليم؟ فلماذا عليم وليس علام مثلا؟ والكل صيغة مبالغة، فعيل فعال. هو طبعا عليم من صيغ المبالغة، نعم، لكن لو لاحظنا خصوصيات الاستعمال القرآني، نلاحظ يستعمل عالم اسم الفاعل، نعم، ويستعمل علام، ويستعمل عليم. تمام. عالم خصصها بعلم الغيب فقط، عالم الغيب، الغيب والشهادة. تمام. علام الغيوب جمع فقط، لما العلام صيغة مبالغة صحيح، فالغيوب كثرة، كثرة تناسب الكثرة. عليم لا، مطلقة. طب هي عليم صيغة مبالغة فيها كثرة أيضا، ولذلك من خصوصيات الاستعمال.